بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. حديث كي لحية ضباطنات عن عبد الله بن عمر قال وحو يري قال رسول الله رسولك الله وحو نهي صلى الله عليه وسلم ما يزال رجل شخص كمزوله يسأل الناس إنو ضدك وحوه دي سنايو حتى يأتي إلا أويماذا يوم القيامة ما لنت قيامها ليس في وجهه أساق وجهي سؤيسا كسكنين مزعة لحم قبل هلب أهبو نهي نبيك مزعة أي قطعة لحم أساق سنكسكنين وجهي سا أيو إمانا يا ما لنت آقرو أحد كما عادة كبكتا إنو ضدك دور صلاة أما وحوه ديستو يوم القيامة وحو إيمانا يا أسقو وجهي سعد هلب آلم بورناي نبيك صلى الله عليه وسلم. حديث وحو تلمام يا واكنايو عن إتيانه يوم القيامة ذليلا ما لنت قيامة أيو إيمانا يا أسقو ذليل وآد يا أدو ليسن أو ساقط ومرتبط إي حاجة إي شرف آن لهين تاس أيا مركا معقولة إن لو لجي ذا مركا حديثك وحلق قاضانا أحد كدبات ذا أولي هي هدي ضدك وحويديسي أهان وويديستو كالاستكثاري إنو وحبت صدو. وأما إذا كان لحاجة هدي أي طهي فهو مطلوب ولا ذم فيه، لكن وحما شقاي وح ذماء ومركا كجرتا مركا مجرو. سيدي أدرت الحديث كحونوت الماما يا إن إلى سبحانه وتعالى لغوك الصناد إني أدوفي عنتها. حديث كتضبات إي تضبات عن عبد الله بن عباس أن امرأة ناك أيا قالت وحي تري يا رسول الله رسولك إلهي إن فريضة الله إلهي واجب يلي واجب يلكيس على عباده أدومذي سكركو ذا وكليه في الحج حجك أيا دحأه أو كمدأه أدركت وحي صوها لي شيء أي قارتي أبي آبه شيخا أسقو أضيئه كبيرا وين أيا آبه وقتك حجك أحج لها أيا لقاري لا يثبت على الراحلة قاديد كمسك نانكرو أي أفأحج عنه مكحج كرا آبه سؤاشا سيوي دي سي نبيك قال وحو يري نبيك نعم هاوات كحج كرتا وذلك في حجة الوداع. حجة الوداع بأهد وحجك أقدم بيسقو تنت أي نبيك وحجينا أي صند كي طمانات كاسا حجة الوداع ليرهدا. حديثك حلق قادنا أحد كهدي حج لغياشو حدنا أوذي وايو إن لغا حجينا أساقو النوض بشرط قفكا إنو أوذي وايو واي قبل وحي تير الله يثبت على الراحلة قاديد حتى هدين لسارة ما كسوك نانكرو ونفا دي سنكرا مبا أهمبا إي مكا حجينكرا. حديثكو حكرو لغا قادنا قف دمر إني كا حجينكر توقف رقع وح مشاكل إنو سن مركا كجرين مركا بهي فريضة واجب يالك إي إلهي أدومذي سأو كليا أو حجك كمدأ أيا لسو قاريب إي تيري إي مكا حجينكرا بهي وانا أضي كبير أهو مركا دأذي سو أي وينتهي. لا يثبت على الراحلة أن قاديد كسبنان كرن أفأحج عنه مكا حجينكرا قال نعم هابو يري نبيك وذلك في حجة الوداع. حديثنا قبل نوحية الماما ينقفك قفك كحجينا أول وإنو نفتي سكحجيا كبعد أيو ضدك كلمركا كحجين كرا. حديث كي تطبات الإسدادات عن عمر يقول سمعت النبي نبي إلهي أيا كم مقلي صلى الله عليه وسلم أو بوادي العقيق جوغا يقول أصغر دها يا أتاني وحائي مد الليلة حالي آت مد إيمانا يا أيا من ربي أي من جهة ربي إيغي مد فقال وعوئي رصلي كدك بهذا الوادي واذيغان المباركي اي بركذا له وقل له عمرة في حج اي قصدي او نصكي قصدك ان اسعود اما نصكي اي سيدا ان احجنا وعمر او حج دح اهاتي عمر حج دح اهاتي اي ان اسعود سيدا نييس اي ليقو يريبو لهي آتاني الليلة آت من ربي جبريل أي أولجي ذا صلى الله عليه وسلم ملك الجبريل أي إي مد مركاسو داي ميشان كدكو والله بذي ركعي مركو حرمناي نبي ميشا كدكناي كبعد وحد هذا عمرة في حج عمر حج ده أحاتي ويقصد كإني يذ أن أسعده. حديث كي سقالي تضباطنات عن عبد الله بن عمر أي لغوري أن رجلا نن أي قال وحو يريا رسول الله رسولك إلهي وما يلبس المحرم محرم
قفك محرم كي حرمنا يمحول لبسنا من الثياب أو دركة. قال رسول الله رسولك الله وحده صلى الله عليه وسلم لا يلبس يوسن لبسن القمص قميص أما قيمة قميص يالو ولا العمائم ولا السراويلات سروالو ولا البرانسة كوفيو ولا الخفافة يكبها خفك اللي رهذا إسكاربها أو كلاها كان يوغشن إلا أحد أحد ما هن لا يجد نعلين لبد عسوايا فليلبس هل لبست خفين كبها خفين كهيس كل لبست وليقطعهما هن كجوي أسفل من الكعبين عن غويالك هستود وسيدي ساندل أو كلاها كدبو ولا تلبسوا يوسن لبسن أحد كحاجه من الثياب درك حقه ذا شيئا شيء مسه زعفران زعفران لتفسيي أو ورس أما ورس ورس وشيء أدود جاي أو أمتقان عرف له كان يلبسن وحيابها طيب كاي درك الزعفران كله أي كم ممنوع أحد كحاجه رسولك وحل السؤال محول لبسن كرا قف كحاجه حجناية رسولك مركي لير محول لبسن كرا وحول لبسن كرا ويبضيهن لكن وحول سن لبسن كرا ناير تيو مرك رسولك أقول جوابي مدهن وحاس يوحاس لبسن كرا لكن وحول لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس وحايو سن لبسن وحي كسو هري أعنا ولبسن كرا أيا لولجي له ولا الخفافة خفافنا يوسن لبسن واكبها خفين كا وقمدها دنب مركا دبولا إلا أحد لا يجد نعلين أحد دعس وايا ما هنا فليلبس هل لبست خفين ولا يقطعهما أسفل من الكعبين أنغو يالك هوسن هكقويا ولا تلبسوا من الثياب شيئا شي يوسن كل بسن درك مسه زعفران زعفران كأما شيقا مذبك له للتابسيي وهدو هديقويان وقار رقما يالو لجيدا أو ورس أما شيء ورس أوه أمتقانا طيب له كان مركا يوسن لبسنين حديث كي سديتنا عن ابن عباس أن الرسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم جاء وحو يمد إلى السقاية سقايه أيو يمد التي يسقى عليها العباس أي مركا عباس ذاتك أورابنا يي أيو مركا يمد ميلها متقانا موسم كأ أما غير كي أي بيع وراب كأ أيو نبي يمد فاستسقى ووراب دوني بي إني كسيان أيو كعد تذي فقال العباس عباس وحو يريا فضل فضلي يو اذهب بح إلى أمك هو يدا أتك فضل ابن عباس ويويل كيسة أيو ألجي ذا بح هو يدا أتك بو يري فأتي أغكين رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم بشراب وحلعب من عندها أكتي ذا أغكين فقال رسولك حير إسكتافي أسقيني كان إورابي بوداي النبي فقال عباس وحير يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم قعمه هذا أي يلان رسولك إلهي قعمها أي قليان فيه فقال أسقيني إسككي سيبوداي النبي فشرب منه هو عبي ثم كبعد أتى وحو يمد نبي زمزم أي الكي زمزمك وهم يسقون أي قددك ورابنا يا ويعملون فيها كان شقينا يبيه زمزمك دتك أسي ديارنا يا فقال وحر نبيك اعملوا عمل قبط فإنكم على عمل صالح عمل وناكسا أيات كتاغنتهين هوشان وضبوا داي نبيك صلى الله عليه وسلم ثم كبعد قال وحر داي نبيك لولا أن تغلبوا هدان لذين كأتكان لهين لنزلت وانسودق لها حتى أضع الحبل إلا حرق أنصار على هذه ماشان يعني عاتقه قرف كيسو ألجيدا أنا وذانت كسر طامن لها بوطاي نبي صلى الله عليه وسلم هوشان ونا قئي عمل صالح هذا أي لا ذا درتيد وأشار إلى عاتقه قرف كيسا أي رسولك تلمامي صلى الله عليه وسلم لكن تغليب إن الذين كسر ميان كعب صنع وحو ألجيدا هدي أني أنسودق وعمل كان أنقبته شق النبي قبته وإليهن تدكو اسكسر دقالا مركا سيدي درتد انيغو واجوجينا اذنك عمل قبته هكنا كزولينا عمل كان انو عمل في عيه هينا وقاذا بوداي نبيك صلى الله عليه وسلم وانسو دقي لها هدان لذنك قد كان لهين حتى اضع الحبل الا حرق انيغ على هذه يعني عاتقه واشار الى عاتقه قرب كيسو رسول كنت المامي انا قرب كيو كسو دامين لها بوداي عيلك زمزم كاء حديث كيكو إيسي ديتنات عن ابن عن عبد الله قال وحو يرما رأيت ما أركن رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم أو صلى تكنا يا صلاة صلاة بغير ميقاتها وقت جيدا وقت آن أهين إلا صلاتين لما صلاة ضد ما هاني جمع وحو كل مية بين المغرب والعشاء صلاة مغرب كآن هي صلاة عشاء وصلى الفجر صلاة دي فجر نوحو الدكت النبي قبل ميقاتها
وقتي كهر وذلك في الحج حج كأينا مركا آيد واي رسولك ما أركن بوضاي أسقو الدكان يا صلاة بغير ميقاتها وقتي جيدا وقتي أنا هين بغير ميقاتها وحلو لجيدا ماها وقتي جيدي وأنجلين وحال لقوذا في غير وقتها المعتاد وقتي عدد أهان جرتي إنو قلو وقتي أنا هين أسقو قلايا تنكواد وجمعي تأخير بأن الآخر أخر المغرب إلى الوقت العشاء بسبب إرادة جمع التأخير أسقو ألجيذ النبي سببتنا وحيتها ومركا لقصوا بها عرفاتك إلا إمانا يمزدلفا مالنتا لتكنما يمخردك عشاء وحلو جمعنا أو جمع تخصير ليس قدقا مركا لقارم تقانا مزدلفا جمع بين المغرب والعشاء وكو مد اللبادنا وصل الفجر قبل ميقاتها وقتي جيدا وقتي آن أهي أما كهر أيو دكتي صلاة دي الصباح معناها وحين طلوعه ومركز صلاة أي طلتي قبل ميقاتها نواصل هذا صوشيقني وقتها المعتاد ويدك دك أيو مالنت أدكتي ومالنت طبناتك إبرين قونيسو هول فربضنا دك سوغيسو مع ذلك تقصى أيو أدكتي النبي حديث كي سيديتا إلا بعد عن علي رضي الله عنه قال وحو يري أماني وحو أمر إغسي رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم أن أتصدق إن أصدق بجلال البدن رراها رضا قيلة قيلة وحد أبرك لك سارة اللولة جيدة ما يوضع على ظهورها إن أصدق أيا لي أمري التي نحرته تاسو أنقلي وبجلودها مقارك سبا وما لنتي طبنات كي حجك نبيك بقول حالات أيو قورعي باور أيو قعنتي سكو قال إنت كالنا علي أيو أوا كاشي وحونا أمر كسي إنو قال إنو صدق أيو جلال البدني رضا قيلة سارنيد التي نحرته اي انقلي اي وبجلودها حديثك حلقة قادنا مالين تضحيات الله سمينا اي طبناتك ان نافك اي مقارك اي كل اي وصدق النقضان او وحبا ان حتى ننك جزارك قلايا ان هيدك اجراء هان لو سينين اي صدق هان لو سيما هاني كل انو صدق النقضان انتك صارتين اسي عيالك اي عنان ذاتك حديثك سيديتا اي سدحاد البقاري قال وحو يري عطاء اذا تطيب هدو اس ادقيه أو لبس أما أول لبس تقفك ناسيا أسقه المانسان أو جاهلا أما سعلمي أن أولهين فلا كفارة عليه وح كفارة قد لك مرة ووقتك حجك طيبك أيام ممنوعة أما وح عرفاي إلا مرصده قفك هطو تستيبيه أو شيء عرفاي أو مرصده أما دركي لك ريبي مثلا سروال أوكل وقشتي شاتي وقشتي وناسي وإلو سناء أما وجاهل مبؤو علمي أملها مركو حسوسته أما مركي لوشيك وأسكب بحنا كلي فلا كفارة عليه وح كفارة قدأ أو كركي سأهاتي مركا مجيرو أما حدك هدي أو أجيهي حدنا أرنتا أو سمايو إنو هدي بحياء يا كركي سنقونيسو حديث كي سيديتني أفراد عن آنس قال وحو يري قدم النبي نبيك أيا صوت قال صلى الله عليه وسلم المدينة مقال لذا مدينة وأمر وحو أمر نبيك ببناء المسجد مساجد كالاسمه سا ومساجد كيس هذا فقال وحو ريا بني نجار رير بني نجاري ثامنوني إلا قرقر تمبو يري رير بني نجار أيا إسكالها قوف كاس لغد إسي مساجدك ولبا إلما يتيمو أقوما أيا لهايين مارك رسول كحودا يا بني نجار ورير أبتي هالكيس ثامنوني إلا قرقر تمبو داي نبيغا أقوف كان إغلا قرقر تم فقالوا وحيدهن لا نطلبو كضل بمينو كرادين مينو ثمنه لعكتيس إلا إلى الله ما هن سبحانه وتعالى وحن كل قرقر تمينا ملي قادة رسولك الله فأمر وحو أمر النبي بقبور المشركين مقبور المشركين تأميش كتلة إلا فاقو فنبشت ولا فاقي لفهو ذي والاس كقوي واي وحرما إليه المال مشركين تا. ثم كبعد بالخرب لولك خرب كأها إكلا سكركوريي إلا السمو أي رسولك أمري فسويت ولا السمي وبالنخل إيو بقطع النخل تمرت إلا قوي أي أمر ميش كتلة فقطع ولا قوي ماشي ومسايدك اللقاء إسي فصف النخلة تمرتي وحالة صفي قبلة المسجد مسايدك قبلة ديسة ديسكو عود تلماما يا نبي مركو قالي مقال لذا مدينة ايو ضمعي إنو مسايدك دستو ايا قوف قال أولقر قرطمي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك وحليه رسولك أيام مقال لذا مدينة صوق علي وأمر ببناء المسجد مسايدك اسمه سي أيو أمري فقال يا بني نجار غير بني نجاري ثامنوني بويري إلا قرقرتم أي بايعوني بثمني ثمن إغلا قرقرتم ميقا إذن كسي يا دولكان
فقالوا لا نطلبه ضلب مين يدهن ثمنه لعكتي إلا إلى الله إلى حقي سماهني مركي دنب رسولك العكت وسيي أيا ليري وإي الماء وما أيا إسكالها ميشا فأمر بقبور المشركين إلا فاقا أيو أمري فنبشط وإلا فاقا ثم بالخرب أيو أمري فسويت والله سيمي وبالنخل تمرتي إلا قوي أيو أمري فقطع والا قوي فصفوا وعلى صفي النخلة تمرتي قبل المسجد قبلة المسجد حديث كي سيديت الإيشانات عن أبي سعيد القدري عن النبي نبي وحوكوري صلى الله عليه وسلم قال إنه رأي نبي ينزل الدجال أما الدجال ننك اللي رهد أيا سو دقايا دجال وانين آخر زمان كي إيمان دونو إله نمشي يغنايو دد فربضان ويرومين دونان كاف إيفا إيرا أوكال قوان أيا وجيغ أغرد غنبو رأي نبيغا وف الله لقفكي عطوان آيادات أو صورة كهف أغوهر يصبرتا قسم من الدجال دجال أيا لغا إلاليا رواياتك لطوان آيادات أو أغدن بيس صورة الكهف بو رأي نبيغا قفكي حفظي إلى الدجال بو كبت باديا سبحانه وتعالى لنك نوع عصاه وهو محرم أساقو لغا حاران تنمي عليه كركي سإنو أيدخل إنو قلو نقاب المدينة مقالة المدينة البابه إذا إنو قلو كل والغا حاران تنمي ملايك أيا سلا صفا مالنتا من أود الله إنو قلو مكئي مدينة ينزلو وحكسو الدقاء دجال بعض السباخي رولك الإرادة رولك عسبولي ذا قبل كمدأ التي بالمدينة أي بالخارج المدينة مدينة خارج كيدها فيخرج إليه وحقصو بحايا حقيس يومئذ مالنتا رجل نين هو خير الناس ددك أخير بضن مالنتا ددك جوغا أو أما سما أخير بضنه من خير الناس أيو كمدي هاي ددك كو خير كبضن كمدأ فيقول وحودها يا نينكي أشهد وحنقر يا أنك الدجال بلوغي إناتهاي الذي حدثنا عنك أنك شيكي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه شيكي ديسا بلوغي الدجال أها أنبي أنك ديغي آياتهاي فيقول الدجال حودها أرأيت وردضو كورما إن قتلت هدان دل هذا نكان ثم أحييت هدان عن صونه لإذنكو أركايا هل تشكون في الأمر أمر كي مكشكي نيسين أمر كي إله نمذي إذا مكشكي نيسين فيقولون وحيطها ينددك لا مايا فيقتله وادلا لبقوا لإنتو كدهو نحدي سمرا ولي ثم كبعد يحييه وصونه لينا نكي استاغنا إيمانا فيقول حليا مركا حين يحييه مركو نوليا نكي هلايا والله يا قدارتي ما كنت ما بأهين بقط هذا كهر أشد بصيرة حج أتكيس مد إيقدرا مني حقيقة اليوم مانت هداي وحالقيا بهدا إني شك إيقو جريبا لكن مركا تيدي شيء قد إنو ليسان أقاذي بين لوغي حق إناد بطهيبا فيقول الدجال حليا أقتله مدلا هدنا هذا إليهن فلا يسلط عليه لو سلط ما ما أود كرأنه مركدي له أنا دونتي سو حلقة دجا سيدا نحاس أكله مديد وسوق هذا إنه قالوا ربع أودنا مركا ما ويلنا يوم ديسكو عتين ماما إنه الدجال إيمان ضانه نين كرام الشيطان وتنا ويهاي إن لو كنت سمن إياد وحنتها وحكى استقوا سمايو هكا آمنين أبو راي نبي صلى الله عليه وسلم إركو الله الله إرو بيا كانوا لي ربك وإيمانا دولك يلي وحصابيح وصابيحنا حافظوا تجابوا ديني وحلي إلها أه الرماية ويديدا ينضدك مرك يديدان وضدك وحلو صلدا أبار حافظك لو تجا إلها أه يلي ويرمينا يا كل الرماية برواق الله صلدا كل وامتحان بو ديني صلى الله عليه وسلم هل إسك إلى لي حديث كي سديت إلحاد عن أنس بن مالك عن النبي وحكوري صلى الله عليه وسلم قال إنه داي نبي ليس من بلد مجال مجرته إلا هدي جرتنا سيطأه الدجال دجال أياكو استاقايا دجال أيا قلايا إلا مكة والمدينة مكي مدينة ما هنه لبدا حرمين كما هنه انت كلوا قلابوا أيا أدونكو لن أفرطن مع الموضوع مرا والمدينة ما هنه ليس لهم من نقابها الباب هذا مكي مدينة نقب الباب مكمدها إلا عليه ملائكة الصافين ملائك صفنا تاقن بوضاي نبيها يحرصونها أورديينيسو وكسو برنايا ثم كبعد ترجف المدينة مجالا المدينة والرحانيسة للقرير كصلذا إلهي بأهلها إهل كذا ثلاث رجفات سدح للقرير فيخرج إليه وحقصه بحايا وللقرير كأنو أدكي سنكرين كل كافر ومنافق كافر كسي منافق كستا مدينة إيا مكة منافقين تجوغ إلا وطلق إلي الدجال راعان إلا وحقصه بحنا للقرير للقرير لقصة لذا مكي مدينة سدح مري روحانيسة كافر إيا منافق كستا
بنانك وقصوا بحاء أما أنت مؤمنين ويكسر نانا ينبو داي نبي صلى الله عليه وسلم بركة مكة مدينة أود وما لها إنه قالوا نبي صلى الله عليه وسلم بويرنك الدجال ليره حديث كي تدوي إسدي تنات عن عبد الله عبد الله هدي حديث إسكال لقانو عبد الله كلي ليره هو عبد الله بن مسعود وواحد المحدثين تؤدقن هدي عبد الله كلي ليره هذا عبد الله بن عباس نماها عبد الله بن عمر نماها وعبد الله بن مسعود أما هدي عبد الله كلاويهي أبي سال الرعسية تاس وواحد إسكوكين رقم محدثين تقال وحو يركنا وحان أهين مع النبي نبي جميعي صلى الله عليه وسلم فقال وحو لنبي من استطاع قفكي تبر الله منكم أذنك إذن كمذو كريكر الباءة باء باء وحالو لجي ذا وحي ناكوبا هنطاي أو دقتان إيام مهرأة فليتزوج هقور سدو وإي فإنه قورك أغض للبصر إنه إلاليا وأحسن للفرج فرجي نوا إلاليا فرجي نوا دورا إنها نوا لابابو داي نبي فإنه أغض وحو لابا قورك للبصر إنها وناغا كالإنات فيرسو أيوكا إلاليا وأحسن للفرج فرجي نوا دورا ومن لم يستطع خفكي أنكري كرين فعليه بالصوم صون أيا كركي سأه فإنه له وجاء صون وجوء نقونا وجهة وانقطاعة الشهوة والتقرب إلى الله إلهنا وودوينا شهودنا وكيرينا حديث كي سيديد إسيديد تناد عن زيد بن ثابت أيا لغوري قال وحونا يتصحرنا وحن لصحورني مع النبي نبي جميعي صلى الله عليه وسلم ثم كبعد قام إلى الصلاة صلاة أي وجوك سيدي نبي وصلاة صبحين قلت وحن إريبو يركم كان بين الآذان والسحور سحورتي آذان كصلاة ميقا ودحيسي قال وحوير قدر 50 آية كنتن آيضات انت لغا أخريو أي ودحيسي قدر 50 آية انت لغا أخريو أي ودحيسي سحورتي آذانك حديث كي سقال إسي ديتنات عن أبي هريرة رفعه كرأي أقاضي معنى نبي قرسيي واي نبي وحو دائما أفطر نكي وحونا يوما مال أو من رمضان رمضان أيتهاي من غير عذر عذر دار لآن ناقع على كل عذين معها قفحا نصدين معها وحبو عني منه المامن ولا مرض جر لآن وحونا لم يقضه عنه كقذميس صيام دهر هل سنة سون كيسا وإن سامه هب صوم به هل سنة بدل كذا كقذاب حده كي يلمي إلى سبحانه وتعالى وبه ساس أيوكلا أيقال ابن مسعود ابن مسعود نأويريو نبي كوري صلى الله عليه وسلم وبه وحلو الجذا وبما دل عليه حديث أبي هريرة سئو الشغي أوكلا أو مرفوعة أيو أساقنا مركاوريي حديث كيسا غاشنات عن أبي هريرة قال وحير أوصاني خليلي صاحب كي أيا إيتر دارمي صلى الله عليه وسلم رسولك أولا جيدا بثلاث سدح وحيابات أيو إيتر دارمي نبيك كو سيام ثلاثة أيام سدح مع الموت إنا قصوما من كل شهر بالوالباء لبو وركعتي الضحى ركع الضحى إنا دكتوه ومرك قرحة الصواب بحضة إلا دورك أن لقارين تسدحاد وأن أؤترى إنا وترك الدكتوه أن وتريه قبل أن أنام أنت أن أردن كهر أنت أنا سيحاني كهر وترك وحافي عن مكة لسيح دولة صوكع وقيامك لدكتك بعد إلا وتريه لكن قف على لقفك رجاء أن كقبل إنو كسنو صوكع عايو أنتو سن سيحاني إنو إسك وتريه أي أفي عن رسول رسولك يري صلى الله عليه وسلم دعا وحيابون أيو إيدر دارمي عن عدي بن حاتم قال وحيري سألت رسول الله رسولك ألا أيام ويديي صلى الله عليه وسلم قلت وحان إريا رسول الله رسولك الله أرسل وحان درا كلبي إيجيجا وانكو أغارصده وأصمي وانكو مقعابا قبا مركان دهو بسنك الله انكو درا فأجد معه معيكي سوحان هلا على الصيد أغارتي وإيقبتي كركيذا كلبا آخر إيكالي لم أصمي عليه أنكو مقعاب مقع إله ولا أدري من أغي أيهما أخذ لبضو ذي كيقبتي قال وحو داي نبي لا تأكلها عنن فإنما صميت على كلبك ولم تصم على الآخر ككلا أذيكو من مقعاب كاقب مقع إله كدرتي سيدا هدي حالدو أيتهاي هعنن بو داي نبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وحيكو شكي قلي كتك وحنكو شكي قلي ننآد قعديسكو حوت الماما يا هدي قفك إيجيسو كأغارسانا يؤدره بسم الله أكدره هدي أي كلميش أكأركو باشر أي دمتي إنو سعوني كرين هدي أي نوشا إنو مركا مدين لقارو بسم الله أكو قورعو وحدي باتاكو مجرتو حديث كي سقاشا إلا بعد
أنبر بن عازب يا وزيد بن أرضم أيا سألا وحي سؤال رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم عن الصرف صرف كالعكت أي ويدين. فقال رسولك حدا إن كان يدا بيد حديك عن إسي إيهو أيتهاي فلا بأس مشاكل كمسكنا وإن كان نسيا هدي دبدعي أمهتهاي لكن فلا يصلح ما بنا نبو داي نبي صلى الله عليه وسلم العقال لسكوك لبدل لسكوك لصرفنا إن كان إي كان إي هو إسي حتى لو باهي هاي هدي ساس تايدب كمسك نبو داي نبي سعر كمالين تاجر إن لغوك لقاطو هدو يهي هدو بدن يهي با أما هدي نسي أي تهي ودبدع أي تهي أيضو دباتا قصوغن دباتا قصوغن أيو يري نبي صلى الله عليه وسلم حديث كي سدحي سقاشنات عن المقداد عن النبي وحكوري قال إنو دهي ما أكل أحد أحد معنا طعام الراشين قد ولي خيرا كخير بدن من أن يأكل إنو عنا من عمل يده وحوك عنتي سكو عمل قبتي وحي أساقو أشاق يسو كدد ذي إنو عنا وراشين كو خير بدن بوداي نبي صلى الله عليه وسلم أحد عنا وإن النبي الله نبي إلهي صلى الله عليه وسلم أداو أها عليه السلام نبت قال يكركي سها أها تي كان وحو أها يأكل مدعنا من عمل يده وحو كعنتي سكوش قيستو أي عني جري برتو الله وحو وقتني قي سيدي عجين أوكالي مركاسو عن بربريدي هالك إيو وحيابه بدن سمين جري مركا عديسكو حوت الماما هوشا إي شقذ فائدة إي وناق إي لاذهي إي أمانت الله أمانا يو خفق عنا وحو كعنتي سكوش قيستو حديثكي سقاشني أفراد عن حكيم بن حزام عن النبي وحو كوري صلى الله عليه وسلم قال إنو داي نبيغا البيعاني غلط وحكى لقضانيس بالخيار خيار بيكسوغيهن ما لم يتفرقا انتي سنكلتغين او قال اما وحو داي واشكي حتى يتفرقا الى اكلتغايان وخيار المجلس فإن صدقا هذا إسكر شيئا وبينا إسكو عديان عيبها إلا ذا وحلك لقضانا بورك اللهما والله بركينا في بيعهما بيعوذ وإن كتما هذا إسكو قريان وكذبا إسكو بين شيئا محقة حال لقترا بركة بيعهما بيعوذا بركة لقترا إسكو عد الماما يا خيار المجلس إنو جيرو لما القفوض وحك لقضانا يسميتك استخيار بوليه إنتي مجلس كفريان هذا إنتي سنكلتين هذا iskuru sheegan buu dhay nabiga sallallahu alayhi wasallam baashan aan gida ceytaasna waa leedaa ma ku qaadanaysa ay runtu isku sheegan waa loo barakeeya beecude hadii laakiin isku qariyaan isku been sheegan barakada beec laga tiraa buu dhay nabiga sallallahu alayhi wasallam hadiskii sagaashan iyo shanaad kan Aisha taqalad waxay tiri hindu hindana gabadha leeyahay oo ummu muawiyata muawiyah hooyadiis ahayd li rasuulillahi rasuulka alla waxay ku tiri waa muawiy ibn abi sufyan hooyadiis markaa hinda waxa qaba abi sufyan markay soo islaantay bay tiri in aba sufyana ninkeega aba sufyan rajul waan nin shahiix bakhil ah oo gacan adag fahal calaya junahun dambi miy kurkeega ku tahay an aakhuda inaan ka xadabay tiri ama aan ka qaato min maalihi maalkiisa sirran asagoon ogeyn إن أقول جبال مرة إن أروح كقاط واحد بمية يقول يهي قالوا حيو داي نبي خذي قاضة أنت أديك إيه وبنوك المهاجم ما يكفيك واحد إذا كفلا وأكقاضا كرتاب المعروف سين معروف هو في سهاد أن كجرين بور داي نبي صلى الله عليه وسلم بشرط إنه سنينك سينين إن واحد كفلا المهيسة يحاس كيسة مع ذلك وحي ترى أنك يج شحيح بخيل أهواي كرك يقدم بما كنت هاي هدي أن كلب حجيب كيسة وحي سن مركا أوجين نبي وحي داي دبكم مسكنا لكن وحي مركا إذا كبر ناظر إذا كفل ناظر كليه أيات كقاضا كرتا وحي كلام يبو داي نبي صلى الله عليه وسلم أو حي كون قن سحاد جذب خذي قاضة أنت وبنوك أبي المها ما يكفيك بالمعروف وحيد كفلا سم معروفا حديث كي سقاشا إلي حاد عن ابن عباس قال وحيد أي سمعت رسول الله رسولك الله أيان مقلي صلى الله عليه وسلم ويقول لها يا من صور ننك إما صور صورة مصور فإن الله إله يعذبه وعذابيا ونرت لقلين حتى ينفخ إلا أكسو أفوف فيها مصور كي أمصور الروح إلا نفقسو قليو وليس بنافق فيها أبد وليس نمكسو أفوف كربو داي نبي صلى الله عليه وسلم حديث كوحو تلماما يا مصور كي إنو حرامي هاي ضدك وحما صوران إنو إله عذابه سبحانه وتعالى إلا حياة إيسو قليان وليس بنافق فيها وبكسو أفوف كر أبدا وليس نمأها ابن عباس لن أكتي سجوغي وحو يرأني وشاق ذي مصور وايسان يلا هذا دوح صور إيسا صور بورنا هاي قيدها إيو وحيابها عن روح ذمرك اللهين حديث كي سقاشن اتضبات عن ابن عباس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وحكوري قال إنه داي نبيك أحق ما شيكا وحق نمبضا وأخذتم أتقو قادتان عليه شيكا أجرا أجر أتقو قادتان
كتاب الله عز وجل كتاب إله سبحانه وتعالى وفك شيء حق قاطو أما حوله قاطو حقي مبضا كتاب إله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين حديث كي سجاشني التضبات عن ابن عباس رضي الله عنه إلهي كراضي النقضي عن النبي نبي حكوري صلى الله عليه وسلم قال إنه يري نبي أحق ما شيء كان أوحق نمبضا وأخذتم أتكو قادة عليه ما قا كركيس أجرا أجر أتكو قادة كتاب الله ويا عز وجل كتابك إلهي ويا فكل شيء أقل عليه الأجرة فهو حق شيء كستؤ ونكسن وأجرك قادة وفي عينهم بل لجذا والقرآن بذلك أحق ويا أوحق نمبضا سيدا درت الحديث كحوت المام يا تمسك القائلون بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن كو قادة شد أجر كقرآن كبريتان كيسا إلا أبو حنيفة ما هني وأرنت ديدا أردها يو عباده عبادا أجر كذا إله أيا لقاتا سبحانه وتعالى حديث كصوص على النوع صنوت الماما حديث كيسا قاشا إسدلال عن أبي سعيد القدري قال وحو جر انطلق وحا بحضي نفر جميع ومن أصحاب رسول الله نبي أصحابتي سكمد صلى الله عليه وسلم في سفرة سفر أي أبحين أو سافروها أي أسفر تمين حتى نزلوا إلا أي دقين على حي قبيل دشوضة أو من أحياء العربي عرب قبيلوين كوذا كمذا ومقعو ذاان لشيقين إلا أي دقين حتى نزلوا أي ليلا سيد رواية ترميذي أي تلماتيها بينما أي قبيل أدقين وأن لطعينين اسم كوذا وقبائش عربت كمذا فاستضافوهم ويمرتقاد ويديستين فأبوا وكان منعتونين أولوديذي أن يضيفوهم إني مرتصوران إني مرتقاذان ويؤديذين فلدغ وحلقنيني سيد ذلك الحي قبيل كاس ماشا دقنا سيد كوذي أيال قنيني لدغ هدي اللي راد سيدينا بحلد السنطة له أيال سيد أقابيا سيد عقرب كإيو دبق اللوع إيو كاس وايا معناها ولا قنيني سيد كي ماشى جوغي حيغي ماشى دقنا سيد كودي فصعوا وحي كل الدلالين له أسقى بكل شيء شيء كستي ولا أردين لا ينفعه وحسن مؤترين وحوال بؤو داوة أي كسميين وحنا ويؤنفع ويسي فقال بعضهم دادكي قاركود وحي دهين لو آتيتم هؤلاء الرهطة جميع ذا هداد أتكتان الذين كواسو نزلوا دقي لعل وماشا سو دقي لعله وحل أركا أن يكون إنو أهذا عند بعضهم قاركود أكتيس شيء إنو وحيالا دعكرته وردت كاس أدمرتقاتك أدي دين أتقى أوي دي وحنن كان أنفعاي هدي هايان فاتوهم ويؤي ماذين فقالوا وحي دهن يا أيها الرهب جميع عضاني إن سيدنا سيد كيني أيا لدغ لقنيني وسعينا له وحان أولا أردنا كل دذالني بكل شيء وحوالبا لا ينفعه وحسن أمتر إفهل عند أحد منكم أحد أذنك إذنك مذاي أكتيس من شيء شيء ميهي أو أنفعنك لقنيني بغل بغل كقنيني فقال بعضهم قاركود وحيد بهن نعمها بعضهم مركل الليه وحا معقولة نك حديثك وريلا يلفتقي سئنو يهي أبي سعيد وهي جميع عذان صدا نمبي ككوبنا ينبى ليرئون مقعوذ لشيقين إلا أبا سعيد ما هنه أبا سعيد بايرها إني والله أيان كدارتي لأرقي وان كتفاكلية ولكن سوالله إلهي أيان كدارتي لقد استضفناكم وان إذن مرتقاس ويدي سني فلم تضيفونا نما مرتقاد نوراشنكيني ونودي دين فما أنا براق لكم أنيقن ميذن كتفايبو يري حتى تجعلوا لنا جعلا إلا جعل أدنو سميسان حتى تجعلوا إلا أدنو يشان جعلا معناها جعل وحلو لجيدا ما يعطى على العمل وحقفك مركو شقايا لصيه شيء أجراء إن أدنو سميسين فصالحوهم وحيكله شيئا على قطيع من الغنم قبل أرئة قطيع معناها قيب أو غنيم إي أرئة أي كله شيئا إلا 30 شاط أي الغفصراء ويصدن بيككوبنايين
فانطلق وتجي أبو سعيد وجعله وحوقه قال يطفل عليه إنه قطف ينكي لقنيني ويقرأ أقرنايو الحمد لله رب العالمين سورة فاتحة سورة فاتحة أيوك أقري فكأنما وحق أم ليساب نشط إن لغفري من عقال طبر كحرنا إن لغفرت أم ليسانك فانطلق وابحي يمشي أسقو سعنايا وحال ما به قلبة أما قلبا إيسان كسقنين وحطابع أهوير أسقن كسقنين إيا جراحه أيو ننكي استاغي أسقو وحبا دباتا أما إلاذا آن لهين أيو ننكي استاغي لغطو في فقال وحو يري فأوفوهم وأوفي جعلهم أجر كوذا وعاد كله شي سنسي الذي كاسو صالحوهم عليه آد كله شي سن رقان سي وأوفي بو يري صدنكي إريي سوقاتين فقال بعضهم قاركود وحيرالين أقسموا نوقيبية باهي أنهيسي فقال فقال الذي رقى كي طفي وأبا سعيد وحيري لا تفعلوا ساس هيلنا ويوحن إني نو حلاليهين إني نو حرانيهين مؤغني حتى نأتي رسول الله إلا رسولك إله أن أتقن صلى الله عليه وسلم أن سقعت كيسان باهذا وفنذكر له أن أشيقن الذي كان وحا أن كسغنهي وفننظر أن فيرنه ما يأمرنا وحن أمر دون صلوات الله وسلام عليه هذه ضعف الضابية أون الدهانة إن ضعفنا هذه عن أون الدهانة أن عنه تيبكوه الشيئا فقدموا على رسول الله رسولك الله أصوك لأن صلى الله عليه وسلم فذكروا له أرنتي بي أحساني أشيقين فقال وحير نبيك وما يدريك محاك أغيسي أبا سعيد أنها فاتحة رقية تفد إليتها قرآن قال يسوغط فمد أغقي مهبضا إليتها محاك أغيسي لير أبا سعيد رسولك مركو لي محاك أغيسي فاتحة إلي أرنتها مع علمك أجاك جاسيس نادي أرنتا استفهامي وايا. مرك مع ذلك ورسول كلية هاي سواد أصيبتي أو سيد الله طلقت سميسي محاك أغيسي أنها رقية. ثم قال وحير النبي قد أصبتم. واد أصيبتين أو سيدان إنا ديشان والله بحنا أقسمو قيب صدبو لأي نبيغا وضربو لي أنيغانا إيالو إغدار معكم معيغين سهما قيبت إغداربو لأي نبيغا صلى الله عليه وسلم فضحك النبي نبي واقص لي صلى الله عليه وسلم وضربوا لي معكم أيذن كان أنيغنا إيالا معيقين سهما قيب يقدر عديس كعوت الماما يا أمال لقد أعظنا إسو طفتانكو إنو بنايه سورة فاتحان أيتاي قرآن كأعظم كأه وحيابها اللي سوقت فمد أغوقي مهبضا وفكي وحكو قاتانا وح مشاكل إنو سنمركا كسقنين مع ذلك رسولكم مركو يرواد أسيبتين إي قيبتا إقدرا وحو ألجي إذا حدي عونك لي أولوها إي مركو أساق الله سيعونه ويكالطا مأنين بذيين أن يدو ذو حقات وحسلايا مركو نبي الله قيب قاتا صلى الله عليه وسلم فضحك النبي نبي غوكو خسلي أسقو آدي آدو لتعجبا يا أرنتا أي سمايين وناك في عنا إنو يهي مركا أت المامايا حديث كي سقال إساقا شناب عن سعد بن جثامة رضي الله عنه أن رسول الله رسولك إلهي وحو كوري قال إنو داي نبي غلا حما حما مجرت إلا هدي جرتنا لله ولرسوله الله يا رسولك سي أسقناتي حما حما وحال إراهذا أملو لجرا ميلها لأوتو أن لدقنين وففك إباديوين كي ميلها مجران إلا هدي ميل ساسو كلا أي جرت مامل كيذا الله أيا إسكلا إي رسول كيسا وحال سوى الله سيدة بردقا قفكي راعي مركا ومركا مقام كوة استاغا يسيد خليفة المسلمين تو أوكالي دادك أمرا ذئيو دادك نوعا سا أيا كتا صروفي كرا مركا قفك لي أسقناتي مجرت إلا حما إلا لله ولرسوله إلهي رسولك سأيا إسكال مامولك وذا حديثك بقولات عن أبي ذر قال وحو يري كنت وحان أها مع النبي نبي جميعي صلى الله عليه وسلم فلما مركي أبصر أو أركي يعني نبي أحد جبل أحد مركو أركي أنغو إسلسعنا قال وحو يري نبي ما أحب مجعلي أنه أحد تحول لي إنو إيسو وريغو ذهبا أسقو الذهب جبل أحد أسقو الذهب إنو إي ماذا أنو إيسو وريغا مجعلي هدو إي ماذا يمقث إنو كن هذا عندي أكتي إذا منه حقيس دينار هل دينار إنو إيزق ناضو أما إيغهر مجعلي فوق ثلاث سدح مع الموضوع كبضا
إلا دينارا هل دينار ما هاني أو أرصده أن أكيد سد لدين أي لقضاء الدين هدي أن ديمئي وحلي وليا إن إسقاقذو أن أكيد سد ما هاني أن أغضي أرصده سكال مجعل بورناي نبيك ثم كبعد قال وحو داي نبيك الأكثرون ضدك أغحو لها بضن هم الأقلون وضدك أغو أجر كير مال انت آقره إلا من قال نير ما هنا بالمال مال كيس هكذا وهكذا وأشار أبو شهاب وحو التلمامي بين يديه وعن يمينه وعن شماله إلا نحوله سي هكذا وهكذا وهكذا يري معنى هكذا بحييو مساكين تئيو فقراء المركب كل فردي ما هنا ننك كلوا ننك أجر كيربو داي نبيك مال انت آقرة وقليل وحا يرماهم ذاتك سيئلايا ذاتك حولا سأكل فردنا يا أيا يرواي وإنه لحب الخير لشديد إنسان كحولا أجعلك كو أذقهم بوداي إلى سبحانه وتعالى وقال انت مركو نبي ويريك بعد وحو داي مكانك ماش هذا يقصك أبا ذرو حتى آتيك إلا أنك هذا إماضه ماش هذا تاقنو وتقدم واهر مري نبي وواسعدي غير بعيد وحنصاص ديرين بو سعدي فسمعت صوتا على المغلب يري أبا ذر فاردت وحن ضوني أن آتيه إن أطق نبي ثم كبعد ذكرت وحن حسستي قوله مكانك هذا الكيسي ماش هذا كسر دقاق أها أيان حسستي حتى آتيك أؤيري ودقاق واي مركا مبحين واي هدين نبيغا حان اسيرا اما وحكو صوبان بحود عذو اي وحسوي مذين اقرقاري اتك لكن قول كيسي اها ماشا ذا جوك ايان دافي واي فلما جاء مركو اي مد قلتو حان رها يا رسول الله رسولك الله الذي كي سمعت ان مغلي محو اها او امس قال وحو ير الصوت الذي سمعت عدك ان مغلي محو اها قال وحو ير نبيغا وهل سمعته ممق شي قلتو حان اربو ير نعم ها ثم كبعد قال وحو لنبيك أتاني وحائي من جبريل فقال وحو إير من مات ننكي بنتقو من أمتك ومدى ذك متع لا يشرك بالله شيئا ربي أوحب أشريك يلين دخل الجنة جنة إلهي يقل يا قلت وحن إربو إير وإن فعل كذا وكذا هذه وحسي وحس أصوبي حتى مقلا وحول جيدا وإن سرق وإن زنا هدو الزنا استو وحد حتى مقلا قال نعم هابو إيربو داي نبي صلى الله عليه وسلم هاب الزنا استو هاب حذي جنة قلا من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا بشرطه لما متصورة قلوة إنو بإله إسكع فيه لأنه عفيس كيس أيا وين زينة إي حمان تأو قلو جنة قليو إلا قلي عذابكو إنت لقسو جاسية إنتي قلب أو قلي كبعدنا جنة أو أصو الضنبايو تانا معقول وايو مرول بقواري مايو نارت حتى هدي أو قلو أحد كان إله أشريقين سبحانه وتعالى وإن زنا وإن سرق أبي ذرا يري وإن زنا وإن سرق هدنا نبي وحو يري وإن زنا وإن سرق أبا ذر ولوينات وكعلي نبي وكسو علي ولسي عصلاتي أبا ذر إلا رسولك الرقم أنف أبي ذر بالقصب معناها قصبها كؤها أبا ذر أرنتان وان أجينا إنو ديديه حتى وقلابوا ناي نبي صلى الله عليه وسلم إذن قفك وإنو آدي أشركي إلا إساق إلا ليالنوبتك إنو إلهي عفية أي آد أبضانته سبحانه وتعالى نحريستي سئيعيل كيسة نحريستا كحب بدن إلى سبحانه وتعالى حديث كي بقول إيكوات عن أبي سعيد القدري رضي الله عنه عن النبي نبي وحو كوري صلى الله عليه وسلم قال إنو يري إياكم ضدو إسك إلالية والجلوس فدق على الطرق ضرقات جدد كلا فدستو فقالوا حدهن ما لنا بد منها كما مار مكرنا رسولك الله ملك الله فديسنا ماله إنما هي مجالسنا مكان فديالك نيواي نتحدث فيها وكشكي سنا سيوح جرام بيدهن أصحابتي قال وحو نبي فإذا أبيتم حداد يديدين إلا المجالس فردي ما هنا وحكره وايه إسكفرديست لكن فأعطوا سي الطريقة جدك حقها حق هذا سي أبو داي نبي فرديست لكن حق هذا سي قالوا وحيدهن وما حق الطريق جدك حقي سمحا وايه قال وحير نبي غض البصر إنها أولا اللعبو ناقه ماشا سمر الله في رنين وكف الأذى لبك أولا الرابو وحي جدك وحدي باي لقعليو ورد السلامي سلامت الله أولا قاضو خفكي جدك مراي أضافة لي السلام عليكم قلو إنات كقاضو وأمر بالمعروف وناقول أمره والنهي عن المنكر حمانت الله الرابو
انت هداد سمين كرت جدك فديسو داي النبي انت هداد سمين كرنا جدك انا فديسة ممنوع كاء إذن جدتك وحاكي ماذا دباتوين آديات أفر ربضا فرقودا إلا إن قفك إنديه صلابه دبك أوعليه سلانت أورديه معروفك ضدك أمره منكر كان أكرب ما هنه حديثك بقول إلا بعد عن عبادة بالرفاعة بالرافع بن خديج ننك ليراذا عن جده أبكوغي سوحو كوري قال إنو يركنا وحان أهين مع النبي نبي معي صلى الله عليه وسلم بذي الحذيفة ذي الحذيفة ماشا لطها نوان جوغني ومكانك إرير مدينة كسو حرمضان أياد الحذيفة ليرهذان ميقات الحجر أهل المدينة ماشاس أيان جوغني أيو يري فأصاب الناس ضدكي وحا أصيبي جوع باهي ضدكي أيا باهي أصيبتي فأصابوا وحيصو أصيبين غنيمة هم بلو لجيدا إبلا وغنما إقيل إعرف ربضان أي سوهلين فند فنذو حك فكذي منها حقي سبعين رتي أياك أرضي فطلبوه ويطلبينه ويكذب أردين سيؤسوا قبطان فاعياهم ونوجيي معنا ويقبن وايين وكان في القوم قوم كان خيل يسيرة فرض يسير أياك سقنا أي قليل أيا لولجيدا فرض يسير أي قليلة تنير فأهوى رجل نن أيا وحو الله أبطي أم أولقس دي ومنهم أصحابتي كمذها بسهم قمون أي كتو ريبهاشي فحبسه الله إلهي يكو حبسي مركا مركا يكون عذي سهمي إلهي با من عيو شردك أردك أرديسي ويكا قابستي لغاها إي ميلاسو مركا أغرد فتي مركا استاكتي فحبسه الله ثم كبعد قال وحور نبيك إن لها إن لهذه البهائم حولها نوحا كجر أوابدا أوابد معناها كوضي ذقو فكتو أردا كأوابد الوحشي سيدا وحشيغا إيا درجوكت إيا أردان أوكالي كوا أفكت أيا كمدعا إيا فما غلبكم منها وحي إذن كغالب نغضا فاصنعوا به هكذا سيدا قصة ما يبو داي نبيك صلى الله عليه وسلم سهميغان إيا قمون كان صام أغطورا سيلا إذن كوا حبس سبحانه وتعالى قار أن لغقبن كرين أو وحشيغا إيا درجوكت أوكالا أردا أيا كمدعه فقال جدي أبكوغي وحكيري إن أنه نرجو حرجينينا أو نخاف واشكي أما أن كعبسنينا العدو عدو أيان غدب غدا بريت أن كعبسنينا أما أن كل مينا وليست معنا مدن مدينة مهي سنة وحكو قالنا أفنذبح بالقصب قصبك وحمكو قالي كرنابو يري قال وحر النبي ما أنهر الدم وحي بديك قبكرا أو ذكر اسم الله عليه إلهي مجعي صلى الله وحصه فكلوه عنبو ناي نبي صلى الله عليه وسلم قصبها هذا نجح شيد شيدها هذا وحول بقو ديك قبكر وديك دادنا يبا بسم الله هدات قشان عنبو ناي نبي صلى الله عليه وسلم ليس السن والظفر إلكتا إعجد ما هني ليس السن إلكتا إيو والظفر عجيدة ما هني وسو حديثكم واسئلين شيقي دونابو داي نبيغ عن ذلك أرنتا سببت اللو دي دي أما السن إلكت فعظم واللف لفني وحلقو قور عوا ممنوع ويجنق أيا وحوئي هاي ذات سيدا درتي النفط أيضا إي وحلقو قور عوا مبنانا وأما الظفر عجيدة سوماها فمد الحبشة غير حبشة مديدو ذي واي إتوبيانك واي ولا يجوس التشبه بهم إن أيغو كلا ليسكت لغانا مبنانا ولا بشعارهم لأنهم كفار ورق لا إن قال سيدي أردغمان لأردغمانا ممنوع واي وحي وحيهن أيغو وهم يدمون المذبح بأظفارهم وحي كديجيا وحي قلايا عجيالك ذا حتى تزهق النفس حنقا وتعذيبا إلا نفسد سيبضا أي أغبح ذا حوله ساسي مركا يلاوا مركا لبدا يأرنتا حسمينينا بوداي نبيغا لكن وحي كالي وبديك دا ذنكرا ومقع علنا الله حسو وعوني كرتين بوير نبيغا حديث كي بقول يسدحاد عن نعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي نبيغ حكوري صلى الله عليه وسلم قال إنو يري نبيغا مثل القائمي مد كتاغن تساليه على حدود الله إلهي سهدمه سكتاغن كحد قد بين صلاة سيد الله قد تلقل أولا إمانا طاعاتك سيد الله قد تلقل واجباتك إلهي مد كفرنا يا لغا وضا والواقع فيها إي مد كقنعايا مروا بحدود إلهي كحد قد بايا ننك النوع عسا إي كنكتاغن كمثل قوم والواقع فيها كمثل قوم قوم تصاله ضوء كلاوان استهموا أقرية تورتي على سفينة دون لبطبق أهواء دادا بنا كتاغن وحيسكو قبتين يا كر راعي إياهوس راعي
قريتورا لسمي مركا تصاليا نلسينا استهموا على سفينة دوني قريتورتي فأصاب وحي هلين بعضهم قركود أعلاها كر وبعضهم قركود أسفلها هوسي هلين فكان الذي كيف في أسفلها هوس جوغي إذا استقوا مركي ربان إني كور ربان من الماء بيها إصوت عن صلاني بدا مروا حيث مرايان على من فوقهم ضدك ككوريا لازم إني كوري ماذا هو كور أيكون إيمان بيمه لكران فقالوا واتشتين وحي دهين لو أن هدي أنه خرقنا أن إسكد العصن في نصيبنا نصيب كان خرقا دلعين أن دونت هوس كبجينو بيا هوس أنك قادنو أولا نؤذي آنان بمن من فوقنا ضدك نغا كوريا مركز تنكو إستياغين أن إسكدافنو مفيعنو ساسي كتشتين فإن يتركوهم كوا كوريها دي كتغان ضدكاس إي وما أرادوا وحي دونايان هلكوا جميعنا وذا هلك سمايان كوا كوريها دي شب دهان ويدهان وايه بخصدا بيهين سوغش هوسك عبا هانا سومارينا ويها لك سمايان رمانتود وإن أخذوا على أيديهم هدي كعمها كقبطان ويدهان أنا كرالي كأهدبكي لنا سوكر مارا نجو ويبدبادا ينكوبي كوري ونجو جميعا رمانتون ويبدبادا ينبورنا هاي نبي صلى الله عليه وسلم على شهادتك أن دونت بوجنا وادتك مع سيد سمينا أوكله دتك كور وادتك علمادي دتك حق يقينة حديق عنت إيك قبطان ومركز تي حمار ربان إني سمينا إذا هن جوجا سان مه ولا بتبالة لكن هدي حمار تدتك سمينا إيك آموسان إله دونت بوجدينا سبحانه وتعالى أما وهلاجنا إذا وحلا قط على قال دتك أهل حقا أما دتك علمادا إني الصبران دتك حمار تسمينا إن إنك عاجزين أيدين كان ما مركز توانينا او انسان يلينين لكن مر والبو دائما اني كسعدان سي لو ود بدبادو قف حمان كسعده هدي لا اركو دونتا نوو غدينين ضافين marka la yiraahdo taaso tusala marka u dhaca waay hadiiska hadiiski boqol ya farad an abi hurayra ala wuxuu yiri qala rasulullahi rasulki allah wuxuu dhahay sallallahu alayhi wa sallam adh-dhahr dabarku yurkabu waxaa lagu kora binafaqatihi nafaqinti sababteeda idha kana marhunan hadu rahayahay wal labanu dar عنها عند ذلك جرنا يشرب وحال لغو عبا بنفقته نفقينتي سإذا كان مرهونا هدي رهن أويهي وعلى الذي يركب مدك وحراعايا ويشرب وحبايا النفقة نفقة لغربا ورنه نبي صلى الله عليه وسلم حديث كعوة الماما يقف أيا وحكاقاتي رهن أيا وكسي رهنتي وحي نقطي ظهر أما نبر ظهرك وحال الجدا وفرضها هدي مرهون او ياي اما واقيل اما وافرس اما وحي لمد اهو دمير قفك مرول بنفقين ايا ايا راعايا اذيق دمير ايا لغودي بي اما فرس رهن اهان اضا عوزكي ايبيها سينا ايا ميشا دونتت كتغي كرتاوان بابورا لغودي بي رهن اهان واي ميشا دونتت كتغي كرتاها داد وناجيني سيد هدي رهن او ياي عانها عان داد كجرانا واسا سوكالي ري ايا لغوكي اني رهن اهان عانيه لغسو لسا مرول با ننك نفقين ايا لسينا إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة لتكور أيها الدنا عبا يعانها لبضى مربى نفقة لقربا حديث كي بغلي شناد عن أسماء بنت أبي بكر قالت وحي تركنا نؤمر وحان أهينك والله أمر عند الكسوف قرح مذوبات كأبتيسة بالعتاقة حرين أيان الأمر جري مركي قرح ذا مذوبات أما بش مذوبات إنا أضوى ماذا حرينه أيان الأمر جري سي إلهي أمواغ قاذا ربك حديث كي بقل يلحاد البقاري قال وحو يري قال النبي نبي وحو دهي صلى الله عليه وسلم لكل امرئ شخص كستاوحو ليهي ما نوى وحو نيستو ولا نية نينا ملها للناس والمخطئ ننك ناسيه هلمانك كجراء إيا ننك خلطك إيا قفك ودعا لا بد بني أم سبنانين أي لا عزم ويقوان إيا التصميم مالها ناسيه مخطئ سحال لغوضا خف كي ربئين الصباب سمايه لكن غير كيس آذي مثل أدوم بولها مركز سورة أنت حر أما ناك بولها أنت الطالق أيو يرم من غير قصد قصد كي أجيدي سيساس مئهين ننك النوع أسأل فيرين مايو ولو أبو حنيفة أوليه يلزم الطلاق والعتاق لابد واك دعيسا أما هاهل ما سناضه أما عرب كيسا صدفه أما شافعي الوحي قبان من سبق لسانه خوف كي عرب كيسا صدفه لفظ طلاق أسأل أجيدي سيئهين لكن إنو هذا الكلاو كوهب لأو ربي لم يقع طلاقه طلاق يصدع مايو إذن حديثك حنوت الماما لابد قفوت با إني تصميم إي تصميم إي قوان لابد بأن لو قبنينين حديثك بقول إي تضبات
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدا النبي إذا أتى هدو أولي ماذا أحدكم أحدكين خادمه شقاله سب طعامه طعام كيس فإن لم يجلسه هدو سنفئي سنين معه معي سسيء لعنا فليناوله هك سيئ وهكار سيئ لقمة أو لقمتين هل قادش أم الله بقادش أو أكلة أو أكلتين وايا فإنه أصاب ولي علاجه سمين تيسي إديارين تيسي أي ولي أها لبك ننك خادمك أيا قلي مرك هورا هب الله ننك أو هسي يبو طي نبي صلى الله عليه وسلم حديث كي بقول إسديداد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحر نبي لو دعيت هدي الله إغوعو إلى قراع أو ذراع لأجبت وأن أجيب الهابو طي نبي صلى الله عليه وسلم مجمع هدي الله إغوعو أما اللغاها حوالها انت أغوها سيسا ذراع يدودنك وأن أجيب الهابو طي نبي وحي ألجي ذا شيء ضعيف هدي الله إغوعو ما قيلين وحان ما قف شرف له اللوس اللقويا إيو ننكا محان وحو نسي محاوا إيو ما قيل لهم بوير نبي صلى الله عليه وسلم لكن وأجيب لها ولو أهدي إلي هدي الله إسو هديين لها ذراع دودمو أو كراع أما مجمعنا لقبلت أن أقبل الهابو طي نبي ما قيل لهم وحان ما قف وحلو كينا سيدادتك قيب كميدة أيالا حديث كي بقول إساقالات عن أنس قال وحري أتانا رسول الله رسولك الله أيا نوي مت صلى الله عليه وسلم في دارنا هذه دارتنا أتنع أي نوي مت فاستسقى بي أي عطس النبي فحلبنا له وحان أصول اسنا شاطر لنا أنك اللهين ثم كبعد شبته وحان أصول برحي مما إن بيؤو بئرنا هذه عيل كان أنك أن لنا يوكن أن أغسو داري أن عاني أغسو داري فعضيته وانسي النبي عانيه وأبو بكر عن يساره بجعدي سوف ليا وعمر عمرنا تجاهه ارتيس أي كسو قابل سيها وأعرابي لنكوهر بادي أهن عن يمينه مدكت نبي فقيا صلى الله عليه وسلم فلما فرغ مركو فاروقي نبيك عانه او حوغا عبي همبدي صهرتي قال عمر وحو يري هذا ابو بكر فاعطي هذا ابو بكر كان ابو بكر واي رسولك الله سي فاعطى الاعرابية هربادي يبوسي النبيك فضله وحيك صهري ثم قال وحو داي نبيك الايمانون الايمانون مدكتك وضا مدكتك وضا الا فيمنو الا مدكيستبو داي نبيك قال أنا سوحي رفهية سنة سنة ويوحي الله بلابو إن ملكت الله وضع ثلاث مرات سدح مرأة رسولك كسو عليه صلى الله عليه وسلم حديث كي بقلي طبنات عن عائشة رضي الله عنها قال دوحي تركان النبي نبي وحو أها صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية هدية مت أقبل هدية لسي أوقاتا ويثيب عليها قفكي سينو أبا المرنجري أم وأدع انجري صلى الله عليه وسلم حديث بقول كوي طبنات البقاري قال وحجري قال النبي نبي وحجري صلى الله عليه وسلم من كان له عليه حق من حوحي كان له أي أسقنات عليه كركيس حق حق فليعطيها اسكبحي حد إنتان أقر لكار أو ليتحلله أما كحلال نقض منه حقي سوقفكي حق كلها هكا عفست البو حديث كي بقول يطوان إلا بعد عن ابن عمر قال وحي ركنا وحانا هين مع النبي نبي جميعي صلى الله عليه وسلم في سفر سفر بحديس وكنت على بكر رتي قربع كركيس أيان صارنا أنيغنا صعب أو نوغي فقال النبي نبي وحي صلى الله وحي صلى الله عليه وسلم لعمر عمر وحي كي ربعنيه إيبي فبتاعه وكئيب سذي فقال النبي نبي وحي صلى الله عليه وسلم هو لك أذيك أيا إسكال يا عبد الله عبد الله يو لعكتي أي مركزي حديث كي بقول إطمان إسدحاد عن جابر رضي الله عنه قال وحو يري قال وحو يري قال النبي نبي وحو صلى الله عليه وسلم من روحي كانت له أرض القصغا قبل له فليزرعها ها أبورتو أو ليمنحها أقاه أم وللكس هسيو فإن أبا هدي أوديدو وصن أبورنين وللكس نسينين فليمسك أرضه دلكيس هسكهست أسا إسكالبو نبي صلى الله عليه وسلم حديث كي بقول
تواني أفراد عن عمر قال وحي رحملت وحان كحن بارون كصدقية على فرس فرس أيان في سبيل الله جدك ألك بهي فرأيت وحان أركي يباع أسقو لإيبينايو فسألت رسول الله رسولك ألا ويديسي صلى الله عليه وسلم إنان قطو فقال وحي داي نبيك لا تشتريها قضن ولا تعد في صدقتك صدق ذا كصو نقصن ويقفك صدق بحي الرب إنو صو نقصد أي متغي أو متغيسي كل نقصد أوكال أي لمدي أيبو داي نبيك صلى الله عليه وسلم وبالله توفيق والله سبحانه وتعالى.